نعيمة معك رشيد. مساء النور. أنا نعيمة عندي 13 سنة. واحد الليلة مشات ماما للعهد أسوي، بقيت أنا في الدار مع الزوج ديالها. مع رجل أمك؟ مع رجل ماما. دخل علي البيت واغتصبني. امتى وقع هادشي يا نعيمة؟ هذه ثلاثة ديال السيمانات. قلتيها للوالدة ديالك؟ اغتصاب وحشي، ماشي اغتصاب يعني انساني. شوف اغتصاب ما فيهش انساني ولا وحشي، اغتصاب راه كيبقى اغتصاب. كنغصبني وكنقول الله يرحم والدي ما عتقنيش. ملي جات هي من العسكر عليا، يعني واحد الحالة فاش كنت ما نكذبش عليك. واحدة ما كنتش ناشرة صارت بحال هكاك. ملي قلتيها لوالدة ديالك شنو اللي وقع؟ قلت لها دوي، قلت لك، قلت لها أنا ما لقيت هذاك الرجل تبغي تحرمي عليه منه. الوالدة ديالك شحال ديال مزوجة على هذا السيد هذا؟ 3 سنين. الرجل هذا دات عليه داكشي اللي بغات هي، ما كيخلي لنا حتى حاجه. حاجه اللي بغات كيوفرها ليا، تدخل وقت ما بغات، تدخل وقت ما بغات. وكيفاش كيتعامل معاك انتيا في الايامات العاديه؟ كيتعامل معايا عادي. ما عمرك حسيتي انه كاين شي حاجه ولا لا؟ لا. من خلال هذا الاغتصاب هذا فقدتي البكره ديالك؟ نعم. انا التليفون دابا عندي صاحبتي اللي عطاتوني، قالت لي هضري باش تخرجي داك الشيء اللي عندك. دير عليا خو عساس باش ما مشيتش عند البوليس، كي مشيت على المدرسه وجبني خو. ملي قلت لماما حطت لي قتله ديال العصا، قلت نسمعك باقي هضرتي في هذا الموضوع. قلت لك ما دوتش معاها تقول لي علاش ما درتش لبنتي ولا شي حاجه بحال هكا. لا بحال هي اللي هداتني ليه. انت شنو اللي باغا ديري يا نعيمه؟ ما عرفتش اخويا، كل عارفه كاع من دوك. انا في نظري هو انك خصك ولا بد باي طريقه توصلي هذا المشكل هذا. اجي قول لي، هو كيديك المدرسه ياك؟ خو كيديك المدرسة؟ خرج لأمك كيديك المدرسة؟ دير عساس. أي كيوصلك حتى لباب المدرسة، كيشوفك دخلتي المدرسة كيمشي بحالو. ندخل المدرسة. لا ما كيمشيش. لا ما كيمشيش، حاول يعني التعليقات كيقراو معايا بزاف ديال الطرق باش نخرج. خفت نقول على المدير ولا قوليها للمدير ديال المدرسة ولا الحارس العام، شي حد اللي هو اللي شي حد اللي خفت يعني يقول لي شي كلمة ولا شي حاجة، يبداو يعايروا فيا الناس. ما علاش اللي غادي يعايروا فيك الناس يا نعيمة؟ راه ماشي انت هي اللي اغتصبتي، راه انت اللي تم عليك فعل الاغتصاب وانت هي الضحية. ما عرفتش اخويا فهمتي. دات لي التليفون، دات لي كلشي، قالت لي سمعك دويتي. قلت لك باغا غير نمشي عند جداتي، ما بقيتش طايقة. وملات شي كلشي عادي عادي، انت كتخرج كتخليني في الدار معاه. ما عمرو عاود حاول انا ويتقرب منك؟ حاول انا ويعاود يتقرب منك؟ وشنو عاوتاني مارس عليك الجنس عاوتاني مره اخرى؟ لا ما خليتوش. كدبش عليك، خليت سكين من الكوزينه وحطيته لفوق راسو، قلت لي تقيسني. قلت لك لا حول ولا قوه، خليته عند صاحبتي وسمح لي في هذيك الكاميرا. نقول لك التليفون ديالي في التكيني، كتقلبني من فوق لتحت، وانا خديت عند صاحبتي التليفون من القرايه وجبت على التكيني باش ما تشوفوش عندي. عطاتني التليفون ديالكم، قالت لي هضري مع رشيد. شوف اختي، انا اللي نقول لك نعيمه. لعب خويا. بغيت انا نعطيكم مساعده في هذه المساله هذه باش يتم التبليغ.
بلا راه تم الاغتصاب ديالك. مرحبا انا ما عنديش مشكل انا اللي كي انا اللي كيبان ليا خويا. نعم اختي. انا ما هضرتش معاك حتى ولا باغا الحد ما كيهمنيش حتى حاجه. نقول لك انا زعما ملي يقبضوا من البوليس ولا هذا انا كنكتبوا شي جداده دابا يجي وقف على باب الدار كيهمنيش. الحاجه الوحيده اللي كندير عليه هي على راسي مشات ليا ضاعت بنتي. هل 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 علاش ما تكلمش مثلا مع المدير ديال المدرسه نعيمه؟ لا قراتش ما قدرتش ندوي معاه. على بالي بقى يشوفوا كنا فواحد النظرة خايبة وانت راك عارف زعما نكمل لك فهمتينا خويا. او ممكن يتحرج بك لك موجه علاش هادك عارفك بان البكرة ديالك ما عندكش وممكن نقول لك واخا نساعدك رجع عندي وداكشي انت بغا تا هو ولا لا اسمح لي في هذه الكلمة. لا 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 شوف لا 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 الكلمة اللي دويتها لها. خذ راحتك حنايا دائما بطبيعة الحال كنستمعوا لبعضياتنا وكنهضروا مع بعضياتنا.